الساحة الشعبية اللي احنا فيها دي، الساحة الشعبية بالجيزة، كل الناس قالوا دي طلعت أبطال وساحات شعبية كتير. مهمة جدا، طلعت مين الساحة دي؟ طلعت كتير، في حسين يوسف بتاع السكة الحديد ده منتخب مصر برضه، كان بيلعب بكرايت، ومحمود مكاوى أخويا الكبير. ده أخوك فعلا ولا؟ أخويا، ده كان بيلعب في الطيران وبعدين راح الإسماعيلي. ما شاء الله. وجمال رجب أخو ترسانة، أخو شعبان، أخو كابتن شعبان، كان بيلعب في البلاستيك، وهم اللي خسروا الأهلي. فاكرة في سنة من السنين هم اللي خسروه، وبعدين راح الإسماعيلي. راح الإسماعيلي الله يرحمه بقى، هو توفى، كان أصغر من شعبان. وفي كابتن نصر عبد الغني، كابتن مجدي طلبة. كابتن مجدي طلبة من هنا؟ من هنا. كابتن محمد أحمد حميد. طب ما يبقى الساحات الشعبية بتفرخ أجيال يعني من اللعيبة. وفي ناس بتبقى كويسة جدا وبرضه ملهاش حظوظ. رأيك إن الساحات الشعبية يا كابتن ممكن تبقى بديل أسهل للشباب من النوادي عشان دخول جداً. النوادي صعب. لو حضرتك تيجي هنا هتشوف الشباب بيتخانقوا عشان عايزين يحجزوا الفلوس. وموهوبين يا كابتن ولا أي كلام؟ هتلاقي أهل موهوبة، طبعا هتلاقي ناس موهوبة كتير. يعني في ناس ممكن تنفع. هما بيجيبوا الناس الموهوبة دي منين؟ ما هو من هنا، من كرة شراب. ما فيش كرة شراب دلوقتي، خلاص. كان البحر الأعظم ده كله كرة شراب زمان. كان يحيى الحافي ده اللي كان سجلت معاه ده. جميل. كنا بنلعب على البحر كرة شراب قبل الكوبري ما يتفتح بتاع الجيزة ده. تروحوا بالليل على النيل بقى وتلعبوا كرة شراب. كل النهار. والله يا كابتن اتبسطت قوي 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 في الامسيه الرمضانيه. وانا والله مبسوط، منوريني انتوا الساحه جدا جدا جدا. بص يا كابتن، احنا متعودين لما بنشوف ضيف فنان زميلنا بيرسم له بورتريه وبندهوله عشان يفتكر الزياره بتاعتنا دي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. عايزين عبد الله. ميرسي يا عبد الله، الله يخليك. اهو ده البورتريه اللي رسمه عبد الله لحضرتك. شاكرين جدا جدا جدا. شوف بقى عايز تعلقه فين. انت حر. ميرسي يا كابتن جدا. شرفتنا. الله يخليك يا كابتن. الله يخليك. الله يخليك. شكرا يا كابتن. شكرا. مع السلامه. طول عمرنا في نفس الملعب، واخدين سوا نفس الصورة، فريقين سوا بننزل نلعب، جمعنا حبنا للكور. نكبر ومهما ياخدنا السن، في اللعب لازم نتلاقى، للكورة والملعب بنحن، وقلوبنا دايماً مشتاقة.